وعليها حسناء الدراما العربية، عندها حضور قوي وشخصية جذابة وموهبة فطرية وإمكانيات فنية مختلفة، بتجيد التعبير عن مشاعرها سواء خلف الكاميرا أو أمامها، وتجيد فن التعامل مع أحلامها. قدرت إنها تصنع مساحة إعجاب كبيرة جدا داخل قلب المشاهد المصري والعربي، ورغم قلة أعمالها في مصر إلا إنها حجزت لنفسها مكان بين نجمات الدراما. معانا في واحد من الناس النهاردة النجمة السورية والصديقة العزيزة بيك. وحشني يا عمرو، وانت كمان نورتيني. شكرا على المقدمه من الجميله. زمان ما فيه. شفناش بعض اعلاميا. شفت بقى فعلا. بس انت ما احنا شاء الله عملنا حلقه كانت حلوه كانت قوي جميلة تقريبا فعلا. من في الحياه خمس برضو كانت كمان في الحياه. فعلا. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله كله كويس. انت خلطه عربيه جميله، الوالد فلسطيني، الوالده جزائريه، مولوده في سوريا، وعشت فتره كبيره في دبي. نعم. الخلطه العربيه دي ازاي شكلت شخصيتك؟ الحقيقة أنا بعتبر الخلطة دي عملت لي إضافة حلوة قوي، علشان أنا بحس أني بنتمي للعروبة ككل. الاختلافات بين الثقافات العربية هي اختلافات بسيطة، ولكن لكل مجتمع عربي له عاداته وتقاليده وطريقة تفكيره، فأنا بحس أنه الخليط ده كله بيعني لي، أو الخليط ده كله هو اللي شكل شخصية نسرين. بس قولي، حاجة هل واحدة خلاكي تعرفي تتكلمي أكتر من لهجة؟ هقول لك، بالنسبة لموضوع اللهجات، أنا بحس إني قادرة أتقن أي لهجة أنا عايزاها. طب اتكلمي جزائري كمان بعد إذنك. ممكن في الحديث الارتجالي تبقى صعبة عليا، بس لو جبت لي أي سكريبت مهما كان صعب هتدرب عليه وأقعد وأذاكر زي التلميذة المجتهدة وأجيب لك اللهجة صح. يعني أنا بحب حتة إني سريعة التعلم، لكن ايه يعني اللهجة بتعلم اللي بسرعة. انت بالنسبة لك يعني انك تقوليها او تتكلمي بيها شكل طبيعي، يعني زي المصري كده، المغربي، السعودي، فلسطيني. فلسطيني؟ ايه، لانه بابا يعني انا فلسطيني. بتكلم دلوقتي مع يعني نسرين طفش عشان الفلسطينية. بابا فلسطيني. اهلا بحضرتك يا فنانة نسرين، شرفتينا. اهلين وسهلين، كيفك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله تكون منيح. دي الفلسطينية. هذا طيب وإذا الفلسطيني. كانت هي نسرين طافش بس ليك اللهجة، بص قلبت على السوري. اللهجة الفلسطينية قريبة على اللبناني، قريبة على السوري، بس المغربي قريبة على والجزائري الأردني، ليها بس في فروقات بسيطة. شكل آخر. الجزائري والمغربي طبعا مختلف، بس حتى في فرق بين اللهجة المغربية والجزائرية والتونسية حتى. طيب في المغرب نشوف كده العربي الفنانة نسرين طافش الفنانة. لا كده ارتجالي، يعني ممكن أقول لك مثلا الجزائريين والمغاربة بيقولوا بالزاف، في تونس بيقولوا برشا، ما بيقولوش بالزاف. بيقولوا مثلا عندنا كتير يعني. يعني هي في فروقات. وبعدين مثلا الجزائريين بتكلموا شوية بالراحة، المغاربة شوية أسرع. التوانسة مختلفة أكتر عن المغربي والجزائري. ترتيبك رقم 8 بعد 7 بنات في العيلة، مظبوط؟ آخر العنقود. في حد غيرك عنده ميول فنية من إخواتك؟ الحقيقة عندي اخواتي صوتهم حلو قوي يا عمر، بس ولا واحدة فيهم امتهنت التمثيل او حتى كان عندها يعني شغف انها تبقى مشهورة او تدخل في الدومين ده، علشان يمكن خدوها كهواية يعني بالنسبة لهم. واصواتهم حلوة حلوة، يعني اصوات طربية، يعني انا صوتي قدامهم عادي جدا، بس هم ما عندهمش الحاجة شغف على قد ما هي كان نفسك يبقى هواية. عندك أخ ولد؟ الحقيقة معرفش عشان ما جربتش الشعور ده، بس أنا أخواتي كلهم بحسهم حنين جدا، وبحس كل واحدة فيهم بمئة راجل. أنا مش عنصرية طبعا، يعني أكيد الأخ بيبقى سند وبيبقى راجل البيت بعد الأب،
بس ما جربتش الشعور علشان اقول لك نفسي او مش نفسي، يعني ده بصدق طبعا. لكن قولي لي، الشاعر الكبير يوسف طافش والدك اتعلمتي منه ايه؟ بابا اتعلمت منه حب المطالعة، ويمكن انا اكتر واحده ما بين اخواتي سوسه قرايه، بحب القرايه قوي. انت وبابا صورتك حبيبي ربنا يديله الصحه وطولة العمر. لكن بتعرفي تكتبي شعر زيه؟ شويه بس على قدي، ممكن اسمع حاجه؟ على قدي. يعني انا كنت عامله حاجه، بس ما تضحكش عليا. لا 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 والنبي ما تضحكش عليا. لا والله علي. ما أضحك، بالعكس بشجعك. كتبت حاجة أيام المراهقة، حاولت مع الحب مرارا وتعثرت بنصف الدرب، خلت بأن الحب سلاما لا هم هنالك أو صعب، أخطأت بتقدير حسابي إذ هو أخطر أمكر حرب، فاذهب لا تتودد قلبي فأنا لا أصلح للحب. والله جميلة جدا. والنبي ما تضحكش عليا. والله جميلة جدا. ثانك يو. وفيها معاني كمان. ثانك يو. لا بس بص، تفكيري في المراهقه واضح ان فيها تجربه كمان ذاتيه بقى غير دلوقتي خالص. لا انا ما كانش عندي تجارب اصلا في المراهقه، يعني كنت عارف البنت النيرد العبيطه المركزه في الدراسه، بس كان عندي الفانتزي الخيال بتاع الممثله بالفطره، فكنت بتخيل اني عايشه قصه حب وبتعاطف مع الحاجات اللي كنت بسمعها، بس فكرتي كانت مختلفه تماما عن دلوقت. اكيد الحب مش حرب، الحب احلى حاجه في الدنيا، بس يعني زي ما بقولك خيال المراهقه. دخولك الفن كان صعب؟ كان سهل؟ واجهت نوع من الاعتراض من بابا من ماما؟ الحقيقه مش اعتراض بمعنى الاعتراض، بس هما كانوا خايفين عليا عشان انا الدلوعه زي ما قلت لك اخر العنقود، ف الأهل بيبقوا مسلفين هم. أنا عايشة في حلب والمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، يعني في 5 ساعات ما بين المحافظتين، وكوباية المية كانت بتجيلي وأنا قاعدة في البيت، فأنا هطبخ لوحدي وهدومي ونظف البيت لوحدي وأعمل كل حاجة يعني من الزيرو، فكانوا خايفين علي عشان ما عنديش خبرة في الحياة. بس عدا ذلك هم كانوا بيشجعوني علشان شايفين انا قد ايه بحب التمثيل، وانا اصلا بمثل وبرقص وبغني على المسرح من وانا عندي 9 سنين، ايام ما كنا بنشارك في مهرجانات الطلائع في سوريا ايام المدرسه. فمن اول مره وقفت يا عمرو على المسرح وانا حاسه اني انا انتمي للمكان ده، يعني ما بحسش ان في غربه، وبحس اني حره وعايزه اعمل كل اللي انا عايزاه. فهم لامسين الموضوع ده ومقدرينه. في التلفزيون كان مسلسل هولاكو، وكان هو زي مسلسل تدريبي علشان نتدرب على تقنيات الكاميرا، كان إخراج المخرج المبدع أستاذ باسل خطيب، وكان تقريبا هو عبارة عن 7 مشاهد، وأنا كنت طالبة لسه في السنة الثانية. بس انطلاقتي الفعلية الحقيقية كانت بمسلسل ربيع قرطبة للراحل الأستاذ العظيم طبعا حاتم طبعاً علي. طبعا كان مسلسل رائع وديع، أنا شفت الحقيقة وأنت كان دورك كان جميل فيه. تسلم لي. قرار إقامتك واستقرارك في مصر كان قرار سهل ولا صعب؟ لا سهل قوي، علشان أنا بحب مصر من زمان، وكنت بستنى الإجازة علشان أنزل واتفسح في مصر. بحب الأكل المصري، بحب الطيبة المصرية. بتحب أكل مصري إيه؟ الجدعنة المصرية. إيه الأكل المصري بتحبيه؟ كل حاجة. قولي لي يعني. حمام المحشي، بس الرز مش الفريك. بحب الممبار. ممبار. الحواوشي. الملوخية المصرية عظيمة جبارة. يعني بتعرف تطبخي إيه مصري؟ بص أنا شيف شاطرة جدا، وبدخل للمزاج، يعني بدخل علشان to create something beautiful كده. يعني ما بحسش انه الطبخ لازم ادخل كل يوم علشان الواجب، بدخل عشان استمتع، علشان هو متعه وبحسه ثيرابي وبيهدي الاعصاب. بس في بعض الاكلات يعني بحسها معقده شويه، زي الحمام المحشي ما جربتوش، شفت فيديو مره وحسيت له مراحل كده صعبه. ف شفتي فيديو تتعلمي تعملي حمام محشي؟ ما قدرتش، بس بعمل ملوخيه، بعمل المكرونات كلها، سلطات بالممبار ما جربتش طبعا، كمان صعب. صعب. لا مش صعب. لا ده صعب. في السينما النسرين انت عملتي شخصيه فريده مع كريم عبد العزيز اللي هو نادي الرجال السري. فريده الناس حبوها قوي، وبعتبر اصلا فيلم نادي الرجال السري قدمني باحلى شكل للجمهور المصري،
وعارف عشان الناس متعطشة للكوميديا، فلما شافت الجانب الطريف ده من نسرين شافتني بشكل جديد، فبقيت قريبة من الناس أكتر. فبعتبر نفسي كنت محظوظة كمان أني بشتغل مع كوكبة جميلة جدا من النجوم اللي كانوا موجودين معانا كلهم، كريم وغادة وماجد مع حفظ الألقاب، كلهم يعني صواريخ كوميديا وكلهم ناس ليهم باع طويل احتضنوني، ويعني كانت أحلى أيام قضيناها مع بعض، والكواليس كانت حلوه بالظبط زي ما انت بتشوفنا قدام الكاميرا، وعشان كده يمكن النتيجه طلعت حلوه. بمناسبه بقى النادي الرجال السري، انا هلعب معاكي لعبه دلوقتي اسمها نادي النساء السري. اوكي. هنتعرف فيها على اسرار المراه. جاهزه؟ جاهزه. طيب ستي، الست لوكس ولا الراجل هو اللي مش عارف يفهمها؟ بص، الراجل بجد هيعرف أسرار المرأة لما يبقى رجل حقيقي، هيعرف إزاي يتعامل مع المرأة بالفطرة، علشان الفطرة عنده سليمة، فهيعرف احتياجات المرأة إزاي يحتويها، إزاي يتعامل معها، إزاي يقدرها، فبالتالي هي كمان هترد له المعاملة بالمثل. طيب الست إذا نسيت غلطتك مش هتسامحك، وإذا سامحتك مش هتنسى غلطتك، صح ولا غلط؟ غلطة الراجل يعني. لا، الست ما بتنساش طبعا غلطة الراجل، في أخطاء تغتفر وفي أخطاء لا تغتفر. هل صحيح أن الست أقوى جهاز لكشف الكذب الراجل؟ يعني أنت بتعرفي الراجل كان الست ذكية جدا ولا مش كذاب؟ والست ربنا مديها يعني حاسة سبعة. طيب يا ستي هنشوف. هل ضعف الراجل هو اللي بيصنع قوة المرأة؟ لا، أعتقد قوة المرأة جاية من نفسها هي، يعني مش معتمدة على الراجل. في نساء في حياتنا نماذج قوية جدا، هم أقوياء من غير ما يكون قدامهم راجل لا ضعيف ولا قوي. الست عمرها ما تغفر إلا إذا كانت هي اللي غلطانة، صح ولا غلط؟ طبعا. الست الواعية اللي يعني عندها، لا بص، طالما الست غلطانة وعندها ثقة بنفسها ده مش هينتقص منها حاجة لما تعترف بأخطائها. طبعا الست بتكره الرجل الغيور لكن بتكره أكتر الراجل اللي ما بيغيرش عليها، صح ولا غلط؟ بس الغيرة تبقى متوازنة، يعني ما تبقاش غيرة أوفر. ذكاء الست في إنها تبين للراجل إنها غبية، الكلام ده صحيح؟ لا، لو هو راجل بجد مش هيحبها اصلا لو كانت غبيه، علشان الراجل الحقيقي ما بيخافش من الست الذكيه، بالعكس بيحترمها وبيقدرها. طيب هنروح لمجله نسرينا اللي انت كنت بتصدريها، وتوقفت مجله نسرين عن الاصدار. هنفترض انك انت هتطلعيها مره تانية على الهوا دلوقتي، عدد واحد بس، هسالك صوره الغلاف هتكون مين؟ ياه، مش عارفه، ممكن انا وعيلتي علشان وحشتني قوي. طيب. انا والعيله. الحوار الرئيسي هيكون مع اي فنانة؟ مع اي فنانة؟ ممكن لبنى عبد العزيز عشان بحبها قوي. جميل. اول سؤال ليها هيكون ايه؟ هيكون ازاي قدرتي بعبقريتك وعفويتك تجمعي ما بين انك تبقي قديرة في الكوميديا وتضحكينا، وفي نفس الوقت تعملي حاجة دراما في الوسادة الخالية وتخلينا نعيط. مين الفنان اللي هتخليه يكتب عمود في المجلة؟ جمال سليمان، علشان بحب عمقه وتفكيره وثقافته. مين الفنانة اللي هتكون أخبارها بارزة جدا في المجلة؟ كل الفنانات اللي في الوسط الفني يستحقوا إنه نتكلم عنهم بشكل حلو ونتكلم عن أخبارهم. خلينا ننتقل من المجلة إلى المطربة نسرين طفش. أنت عملتي كام أغنية؟ حكايتك ايه مع الغنى؟ بقوا تقريبا 15 اغنية. انا ابتديت من وانا زي ما بقولك صغيرة، كنت بشارك في المهرجانات بتاعت الطلائع مع الاطفال وفي المدرسة والكلام ده. بعد كده في المعهد العالي للفنون المسرحية كان عندنا مادة اسمها انشاد، اللي هي بيعلموك اصول الغناء، حاجات قدود حلبية، موشحات اندلسية. فاحد الاساتذة سمع صوتي قال لي نسرين انت حسك حلو بس انت محتاجة تدربي صوتك، انت ما بتغلطيش يعني ما عندكيش النشاز. طبعا صوتي مش امال ماهر ولكن انا بغني صح، وانا ممثلة اصلا فمش مطلوب مني اكتر من كده. بس عملت بروفات كتيرة
وحسيت انه خلاص الوقت مناسب دلوقتي علشان اوري الجانب ده مني. بس هقول لك على حاجه يا عمرو، انا بحب اني اجمع ما بين الغنى والتمثيل. يعني انا عندي حلم اني اعمل حاجه، دي فنانة شاملة. يا اما فيلم يا اما في المسرح، حاجه تبقى مش بس استعراض والسلام، اعمل حاجه زي اللي كانت بتعمله سعاد حسني، في قصه وفي مضمون وفي محتوى وفي اغاني حلوه رشيقه الناس تحبها وتسمعها وتحفظها. مين الفنانة اللي تعتبريها أفضل فنانة شاملة بالنسبة لك؟ ما اعرفش، يعني بحب تجربه سعاد حسني، بحب تجربه شاديه، بحب تجربه صباح. كل واحده كان عندها كده الطابع الخاص بيها، بس جمعت ما بين الغنى والتمثيل والاستعراض باسلوبها وبطريقتها. انت درستي تنميه بشريه، اظنك تتلمستي على ايد المرحوم الدكتور ابراهيم الفقي زي ما انا عرفت، يعني مظبوط. هل ده افادك في شغلك، في عملك، في حياتك الشخصيه؟ قوي طبعا. ازاي؟ اولا ده خلى حياتي اسهل، وخلاني انا عارفه من الدنيا عايزه ايه، وخلاني حتى لما بمسك شخصيه بين ايديا اعرف احللها اكتر، واعرف هي بتتكلم ازاي، المفروض اخليها تعيط ازاي، تتفاعل مع المواقف ازاي، لما تتعصب الادوات بتاعتها تبقى ازاي. فساعدني الموضوع ده قوي، وساعدني حتى في التعاطي مع المهنه، في الحياه، في الشغل، مع اهلي، في كل حاجه. بتؤمني بافكار فكره التخاطر، انك انت ممكن يكون في تخاطر بينك وبين حد تاني، ان حد يقدر يخترق افكارك ويعرف بتفكري في ايه وحاجات زي كده؟ لما يبقى شخص قريب منك قوي بتحصل القصة تلقائية، بس بين الأشخاص كده في الحياة يعني عامة مش قوي. هنجرب دلوقتي معاكي تجربة لطيفة من خلال الساحر عزام اللي موجود معانا. أهلا بيك، برحب بيك فاضل عزام. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا.